الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد، فلا حمد إلا أنت من بنعمة تعاليت لا يقوى على شكرك العبد. والصلاة والسلام على من أرسله الله بالقرآن رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة المحضرة، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم محضرة التلاوة. وسنبدأ هذه الحلقة بحول الله وقوته بآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم بعد ذلك نبدأ بالتعليق على الآيات بروايتي الإمام ورش وقالون عن نافع، وكذلك برواية الإمام حفص عن عاصم. ونبدأ مع القارئ السالم المهدي ليسمعنا برواية الإمام ورش عن نافع، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. بارك الله فيك الشيخ سالم المهدي، تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة. الآن نبدأ مع القارئ الطيب المعروف يسمعنا برواية قالون عن نافع، ليتفضل. بداية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اتقوا الله وأطيعون. بارك الله فيك طيب المعروف، المقطع ينتهي هنا. فاتقوا الله وأطيعون. المقطع يبدأ من قول الله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك، طبعا النون هنا مشددة وحكمها الغنة، وغنة ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدأ.
وإن ربك لهو، هذه رواية الإمام قالون، فيسكن الهاء هنا في وهو وهي ولهو فهو هكذا. إنما الإمام ورش وإن ربك لهو لهو العزيز الرحيم. كذلك ال هنا تسمى بأل القمرية وتسمى بأل المظاهرة، للام الحنان قبل أحرف ولاهما إظهارها في التعريف قبل أربع مع عشرة، فخذ علمه من يبغي حجك وخذ عقيمه. فال هنا تظهر قبل 14 حرفا وتضام كذلك قبل 14 حرفا. فال المضامة تسمى بأل الشمسية، وال المظاهرة تسمى بأل القمرية. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طبعا اللي في الوصل هنا، فالصلة تتبع للحركة كما قال طلال عبد الله رحمه الله، وصلة للحركات تتلى وبعد التنوين إن فتحت إلا. أما الابتداء فهو فوق الألف لأنه جاء بعد الألف اللام، والابتداء فوق لدى اللام خلا فعل التقى وغير لام تحت لا إن ضم ثالث له ففي الوسط كتب عوت من قس والتحت قد. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فكان المشايخ الموريتانية إذا وقف الطالب هنا يسأله الشيخ ما هذا الوقف، يقول سكون الله وإشباع عرض أربع حركات مقدرات في الياء والحي مع العارض. فيسأله الشيخ ما هو العارض، فيقول سمي العارض عارضا لأنه يتعرض في الوقفة دون الصلة. كذبت قوم نوح المرسلين. كذلك أيضا كذبت قوم نوح المرسلين. فهنا المرسلين كذلك هنا المظهرة تسمى بالقمرية كما ذكرنا. إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون، هذه رواية الإمام ورش. فميم الجمع لها ثلاثة أحكام، إما أن تأتي قبل همزة القطع، وإما أن تأتي قبل همزة الوصل، وإما أن تأتي قبل الساكن. فإذا كانت قبل همزة القطع اختلف فيها الإمام ورش والإمام قالون، فالإمام ورش يصلها في حالة الصلة، والإمام قالون يسكنها سواء كان في الوقف أو في الصلة. أما الإمام ورش في حالة الصلة فيصلها. وإذا كانت قبل همزة الوصل اتفقا في ضمها، وإذا كانت قبل ساكن كذلك اتفقا في ضمها. وقد أشار ابن برين لذلك بقوله القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع، وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع. وكلها سكنها قالون ما لم يجئ من بعدها سكون، أو ما لم يكن من بعدها سكون، أو ما لم يقع من بعدها سكون، كلها روايات. واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون. بينما الإمام قالون إذ قال لهم أخوهم نوح بتسكين الميم هنا نوح لا تتقون. فهنا نجد نقل الحركة للإمام ورش رحمه الله كما قال ابن برين حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل لولا متعرف وفي كتابية خلف ويجري في الضغام مالية. فحركة الهمز تنقل للإمام ورش للساكن الصحيح الذي جاء قبل الهمز. وقد اهتم الموريتانيون بنقل حركة الهمز فعدوها بعد الميم وبعد النون وبعد قل وبعد أنا وبعد إل. فهكذا نوم النقل بعد الميم فصله حكما من التعليم أبرموا أمراد أمردتم لمخنه أمن أم منتم أحسب لم أتخذ لموتا لمدري لمشرك كذا منتا أنهكما لما قل لك لما كن ولم أكو في رسمك كما أهلكناك من بتناك مرسلنا منتم ومكفروا ومنزلنا لما عهدوا لفظوا يعلمنا إلا في العنكبوت اتصلنا وليحكم أهلوا وكذا برمز كو والحمد لله العلي وعلو. كلمة كو الكاف ينقط 20 والواو ينقط 6. لذلك نقل حركة الهمز للميم الساكنة قبلها جاء في القرآن في 26 موضعا من القرآن. كذلك أيضا بعد أنا سائلا عن النقل بعد أن سائلا عن النقل بعد أنا أقصد سائلا عن النقل الذي يرى بعد أنا في عدنا مشتهرا وغير ذا من لفظهن فاحملا فنسأل الله التقى مع العلا أنسلم أننذر وعبها وأندو وأنتلو ومثلها أننذري أنكنا أنقم أنفض أنوحنا يفاهم أنقل أنرسل معنا الشقى وأنخرج وأنلقي محققا أنعمل أنرد أنظفرك أنزد أنردعيه أنسألك أغنيهم ونعبد نشكرا وزد كذا ننصحا نذكرا ونقم وجهك يا أخي فاسلك سبيل الرشد لا للغي. كذلك أيضا نقل حركة الهمز للميم المضمومة التي جاءت قبلها تحركت بضمة
فهك نوم النقل بعد النون مضمومة عشرون مع حرفين فإن أعطوا فإن أخسرتم ثم قل فلن أكلم من أوتي نقل من استساء أوتيتم يا صاحي ومن أولئكم فخذ صحاحي من أمة من أختها كذا أتى من ذي نريد خذها يا فتى أن أنكحك وأن أخالفكم وأن أبدل فخذها لكم وأن أخرج أن أسلم لن أرسل من أكرها إن أمهاتهم تلا لئن أخرجتم لئن أخرجوا لها من أوفك يا صاحي تم عدها. كذلك أيضا بعد إذا اقسموا إذا اجمعوا إذا نرى إذا انتموا إذا بقى إذا ادبرا إذا وينا إذا وحينا إذا يتك إذا والفتية أوحيت أمرتك إذا أرسلنا أرسلناه وأعجبتكم أخرجني أخرجه أنشأكم إذا انجنا وإذا انجيكم فعقلي إذا سر وإذا أخذ أخذناه بالنقل. نوحون لا تتقون، كلمة تتقون سكون الله رشبع عرض بأو حركات مقدرات في الواو والحي مع العارض، وسمي العارض عارضا لأنه يتعرض لغمة دون صلة. ومن المعلوم أن الإمام ورش والإمام قالون اتفقا في المد العارض. شبع ورش ستة فاعلما والابن من أربع يفاهما والوسط ثلاثة يتاليه والوقف العارض سواء فيه في نحو يعلمون خذها يا نبي قصر عثمان لعيسى فانتبه وقدر الطبيع باثنتان والقصر قل بواحد يفاني. فالمد العارض اتفق فيه الإمام ورش والإمام قالون وله ثلاثة وجوه الإشباع والتوسط والقصر المعمول به والتوسط مقداره أربع حركات. يعلمون ونستعين سمي عارضا كما ذكرنا لأنه يتعرض في الوقفة دون الصلة فلا يوجد إلا في حالة الوقف. شاله ابن بريم بقوله ولسكون الوقف والمد أرى. كذلك أيضا إني لكم رسول أمين، هذه رواية الإمام ورش. إني طبعا نون هنا مشددة وحكمها الغنة وغنة ميما ثم نون مشددة وسمي كلا حرف غنة بدا. إني لكم رسول، الميم الساكنة أيضا قبل الراء حكمها الإظهار. من المعلوم أن الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام من الإظهار والإضغام والإخفاء، فتخفى في حرف الباء ومن يعتصم بالله، وتضام في مثلها ولكم ما كسبتم، وتظهر في بقية الحروف. فهنا مظهر قبل الراء إني لكم رسول، فالميم هنا تظهر ولها إظهار خاص إذا كانت قبل الواو أو الفاء، وهذا الإظهار يسمى عند أهل التجويد بالانفكاك، لكن الانفكاك حرفوه بأن حده الإظهار والانفكاك حده الإظهار، لكن لا توجد فيه قلقلة. ولذلك أشار صاحب تحفة لذلك بقوله واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي، أي لقربها من الفاء في المخرج والاتحادها مع الواو في المخرج، لكن هذا الإظهار يسمى بالانفكاك والانفكاك حده الإظهار. ولذلك عليهم ولا الضالين، لكن لا ينبغي أن نقول عليهم وعليهم، وهذا خطأ وكثيرا ما يحصل عند بعض طلاب العلم وهو خطأ. فالانفكاك حده الإظهار وليس فيه قلقلة، فحروف القلقلة خمسة: القاف والطاء والباء والجيم والدال على المراتب الثلاثة: القلقلة الكبرى والوسطى والصغرى. لكن الميم هنا تظهر. وقد سئل أحمد مولود رحمه الله ملقب اللنجكو، سأله بعض الطلبة فقالوا له هل تعرف الانفكاك؟ قال صارت كم فيها. فهنا جاء بمثل يوجد فيه الانفكاك وهو وجود الميم الساكنة قبل الفاء، صارت كم فيها. وهكذا فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين. ذلك أيضا وما أسألكم، فهنا المد هنا مد منفصل يشبعه الإمام ورش في حالة الصلة. أما الإمام قالون فله وجهان: وجه بالمد ووجه بالقصر، والمعمول به هو القصر. وقد أشار ابن برين لذلك بقوله والخلف عن قالون في المنفصل نحو بما أنزل وما أخفي لعدم الهمزة حال الوقف. وإن كان حميد رحمه الله صدر بالمد حيث قال وصدرا بالمد ثم ثني بالقصر، لكن هذا في حال التداخل، تداخل الإشباعات أو تداخل السور، وهو علم معروف. وصاحبه عندما أراد أن يتكلم عن سورة التحريم قال: يا من جهل تداخل التحريم فاسمع لقولي تكن مستقيمي، فبعد إدخالك ورشا مسجلا فذني تعلموا أن الله جلا، واعلم بأن بدء الأولى الأمر والثاني قل لتعلموا لا الأمر فمد للأولي، واقصر في الآخر واقصر في الآخر إلى علم حري، فوقفا علما وصل للبسمة له، وقدم الطول في رأس السورة له، وثني بالقصر من غير بسمة له، فاحفظ للا تنجى من جهد الجهلة. وهو الذي يقول واحذر من زيد كلمة لكلمتي إذا رجعت لانتهاء السورة
إلا في مريم فزدها ربه والفتح زدها لا يكون انتبه فعلة هذين خوف قطعك هذه المدينة يقبح في يدك. وما ذهب إليه حميتي هو قول صاحب الأرداف وما به خرجت فادخل الآخر، أي إذا خرجت بالمد تدخل به المد الموالي، وإذا خرجت بالقصر تدخل به المد الموالي. ومن المعلوم أن الإشباعات إذا كانت بين الإشباع والإشباع ثلاث كلمات أو أكثر كلهم يداخل وحده، أما إذا كان بينهم كلمة واحدة فيمكن أن تداخلهم في وجه واحد. لكن إذا خرجت بالمد تدخل به المد الموالي ولو كان منفصلا، وإذا خرجت بالقصر تدخل به المد الموالي ولو كان متصلا، وما به خرجت فادخل الآخر. وهذا هو الذي أشار له حميتي بقوله وصدرا بالمد ثم ثني بالقصر. لكن صدرا بالمد إذا كنت أصلا خرجت في المد السابق بالمد فتدخل به المد الموالي، أما إذا خرجت بالقصر فتدخل به المد الموالي، وهكذا. وصدرا بالمد ثم ثني بالقصر كما قال حميتي رحمه الله. والمد إما أن يكون متصلا وهذا يسمى بالمد الواجب وهو الذي جاءت الهمزة مع حرف المد في كلمة، وإما أن يكون لازما وإما أن يكون جائزا. فالمد الواجب هو الذي جاء حرف المد مع الهمزة في كلمة واحدة مثل جاء أو يشاء. والنوع الثاني هو المد اللازم، والمد اللازم ينقسم إلى قسمين، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. فالمد اللازم الكلمي ينقسم كذلك إلى قسمين، مد لازم كلمي مخفف ومحيي ومماتي لله رب العالمين، ومد لازم كلمي مثقل مثل الطامة الصاخة وهكذا. والنوع الثاني هو المد اللازم الحرفي وهو أيضا ينقسم إلى قسمين مخفف ومثقل، فالمخفف مثل قاف صاد، والمثقل مثل الفلام ميم طاسيم ميم وهكذا. ويشترط فيه أن يكون ثلاثي الحروف، أن يكون الحرف الواحد في حالة النطق يشتمل على ثلاثة حروف كيف قاف صاد، وهذا حصل في ثماني حروف النون والقاف والصاد والعين والسين والكاف واللام والميم أقصت عسلكم. أما إذا كانت لا يتوفر فيه هذا الشرط وهو أن يكون ثلاثي الحروف فهذا لا يسمى بالمد اللازم الحرفي، وإنما مده مد طبيعي وقد حصل في خمس حروف فقط وهي الحاء والهاء والراء والطاء والياء. نقص عسلكم بشكل وبمد وحي رهط فبشكل لا بمد. النوع الثالث هو المد الجائز، ويطلق على المد المنفصل ويطلق على المد العارض وبعضهم يطلقه على مد البدل. فالمد المنفصل هو الذي جاء حرف المد في آخر كلمة وسبب المد في بداية كلمة أخرى مثل نزلنا إليهم الملائكة ما أخفي لهم، وهذا اختلف فيه الإمام ورش والإمام القارون. فالإمام ورش في حالة الصلة يشبعه، أما الإمام القارون فله وجهان كما ذكرنا، وجه بالمد ووجه بالقصر، المعمور به هو القصر، وذكرنا ما قاله حميد رحمه الله. والنوع الثاني من أنواع المد الجائز يطلق على المد العارض وهو الذي لا يوجد إلا في حالة الوقف إذ لا يعلمون ونستعين، وهذا يشبعه الإمام ورش ويشبعه كذلك الإمام القارون، وله ثلاثة أوجه: الإشباع والتوسط والقصر، المعمول به هو التوسط كما ذكرنا مقداره أربع حركات. النوع الثالث مما يطلق عليه المد الجائز هو مد البدل عند البعض مثل آمنوا وأوتوا وإيمانا، وهذا فيه التوسط للإمام ورش مقداره ثلاث حركات. طبعا ابن بري قال وبعد همز للجميع أبدلت، لكن فيه القصر فقط للإمام قالون، أما الإمام ورش فله ثلاثة أوجه: الإشباع والتوسط والقصر، والمعمول به هو التوسط مقداره ثلاث حركات. وقد أشار له ابن بري رحمه الله بقوله وبعدها ثبتت وتغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت. تغيرت مثل منام منوتي، فهذا لا يحرك شيئا في المد، نقول منام منوتي مقداره ثلاث حركات. وبعدها ثبتت وتغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت ما لم تكن همزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس واللمآن ويا إسرائيل ذات قصر، هذا الصحيح عند أهل مصر. وما أسألكم عليه من أجر، طبعا من أجر نجرية، فهذا كله فيه نقل الحركة للإمام ورش، ما الإمام قالون من أجر إن أجري وهكذا إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. المقطع ينتهي هنا،
نرجع إلى القارئ السالم الشيخ المهدي ليسمعنا برواية الإمام قالون عن نافع، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. بارك الله فيك القارئ المتميز السالم الشيخ المهدي. لأننا نتحول إلى الطيب معروف يسمعنا برواية ورش عن نافع، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك القارئ المتميز الطيب المعروف. تلاوة ما شاء الله كانت تلاوة جيدة ومباركة. أنا بحول الله وقوته نبدأ استقبال مكالماتكم وتلاواتكم المباركة. وريثما يحصل ذلك فالمدود التي ذكرنا يشير لها أحدهم بقوله المد لازم وواجب أتى وجائز وهو بقصر ثبتا فلازم جاء قبل حرف مد ساكن حاليه وبالطول يمد وواجب جاء قبل همزتي متصلا جمعا في كلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. هذا طبعا كانت هناك مكالمة ذكرنا أيضا كذلك مما ذكره الموريتانيون في نقل الحركة من أجر إن أجري بعد قل سائلا عن من نقل بعد قل عدده كح كاف ينقط 20 والحاء ينقط 8 فعدد نقل الحركة الهمزي لقل جاء في القرآن في 28 موضعا من القرآن. سائلا عن من نقل بعد قل عدده كحين صاح قد نقل قل اتخذتم قل فاتخذتم قل فرأيتم قل رأيتم قل بالله قل ذلك فعن قل تعلمون قل تنبئون قل فلا وقل فأنبئكم وقل فأنبئكم فافهموا قل غير قل فغير فهنا قل ندعو وقل أروني فما فقل أسلمت فقل أنرتكم قل أعوذ معا قل إنكم
قل ولو وقل تعبدونا قل تحاجونا قل أيها فهنا قل انفقوا قل انزلوا فخذوا لها قل مرا قل اطيعوا قد انتهى. إليك سيد أحمد تفضل. تفضل سيد أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لك القراء المعرفة ينصع الصوت الذات على رواية حظ. الله يحييك ويبارك فيك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. أيوة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تمد الياء من إياك واسرع بها النطق وراع فك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. شوف سيد أحمد اهدنا همزة الوصلي. همزة الوصلي في حالة البدء تحقق. اهدنا اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم ياسين. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين الذين صراط الذين أنعمت عليهم. أيوة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فينا وفيك القارئ سيد أحمد. تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة. لا شك أن الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهي واجبة في الصلاة عند جمهور العلماء، لذلك لا بد لكل مسلم أن يصححها وأن يتلوها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها. واللحن فيها ينقسم إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي ينقسم إلى قسمين، ما كان من إبدال في الحركة أو تغيير في الحرف، وهذا النوع حرام وإثم صاحبه نسأل الله السلامة والعافية، وهو كذلك مبطل للصلاة لغير العجمي. فغيري لو قال قيري أو المغضوب قال المقضوب فهذا إبدال حرف بحرف، أو إبدال حركة بحركة. أنعمت عليهم لو قال أنعمت عليهم فهذا كذلك إبدال حركة بحركة، وهذا مفسد للمعنى. والنوع الثاني هو ما كان من نقص في الترقيق والإظهار والإضام، وهو مكروه عند القراء لإخلائه بجوهر القراءة، لكنه ليس مبطلا للصلاة. وأحسن ما قيل في ذلك: فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، فكن عارفا باللحن كما تزيله، وما للذي لا يعرف اللحن من عذر. بارك الله فينا وفيك القارئ السيد أحمد. نعم نعم البشير تفضل. حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك تفضل بشير. حياكم الله ويبارك فيك. الله يحييكم ويبارك فيكم تفضلوا. طيب القراءة معك أنا بأبيت بار إن شاء الله. بإذن الله تعالى. الله يحييك ويبارك فيك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوه نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. بارك الله بنا فيك بشير تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة. نعم محمد بويا تفضل. تفضل محمد بويا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يحييك ويحيي المشاهدين. الله يحييك ويبارك فيك. دعنا نقرأ برواية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله تعالى تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. محمد بويا. كذبت قوم نوح المرسلين. محمد بويا. قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري على رب العالمين حسبك حسبك محمد بويا بارك الله فينا وفيك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين لآية وما كان هناك إضغام الناقص نعم التنوين قبل الواو حكمه نظام الناقص سمي ناقصا لذهاب الحرف وبقاء الصفة التي هي الغنة بارك الله فينا وفيك محمد بويا نعم إذا كان هناك متصل آخر نعم نعم ملمين تفضل السلام عليكم شيخ حياك الله تبارك رب العالمين وعليكم السلام ومرحبا وسهلا الله يحييك ويبارك فيك تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيوة وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم بارك الله فيك تحول القراء الذين معي ليسمعنا السالم الشيخ المهدي برواية حفص عن عاصم وقبل ذلك نستقبل المتصل محمد نعم محمد ده تفضل حياكم الله الشيخ المهدي الله يحييكم ويبارك فيكم تفضلوا الرواية قال عن نافع إن شاء الله بإذن الله تعالى تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم. كذبت قوم نوح من المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. محمد تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة. طيب خديجة تفضلي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سألناك عن آيات رواية قانون. بإذن الله تعالى تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية. خديجة. لهو العزيز الرحيم. خديجة مفرد لآية ما هي لآيات. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك خديجة. إليك القارئ المتميز السالم الشيخ المهدي رواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. بارك الله فيك. إليك معروف طيب معروف تفضل برواية حفص عن عاصم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك. طيب معروف تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة ومؤثرة. نعم الشيخ المهدي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل شيخ المهدي. كيف حالك حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك. تفضل. حياك الله. أنا أخذ معك ورش إن شاء الله. الله يحييك ويبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. يقال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. عندي جدعون لا يفتحوا الريبة على مرات من طردنا أيام ما كنت موجود. بسم الله. تفضل تفضل. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنولي لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. بارك الله فينا فيك وجب قضاء فائتة مطلقا الشيخ المهدي. نعم آمنة تفضلوا. نعم تفضلي آمنة. بارك الله فينا وفيك. نعم مريم تفضلوا. مريم نعم 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 أحمد ولد سيدي تفضل. تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله تعالى تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. بارك الله فينا وفيك أحمد السيدي. تلاوة ما شاء الله كانت تلاوة جيدة ومباركة. كانت هناك مكالمة أخرى أختم بها. لا شك أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. باسمكم مشاهدينا الكرام أشكر القارئ المتميز السالم الشيخ المهدي والقارئ المتميز الطيب معروف وأشكر موصولين الفريق الذي كان يشرف على هذه الحلقة المباركة. كان على التصوير فاضل عبد الله وعلى الصوت عبد الله المحفوظ وعلى الإرسال أمين التفال وعلى
التنسيق محمد ولد الطراح، وعلى الإشراف الفني سيدي خيارهم، وعلى الإخراج ميمون يدوم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها العمل خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رحم الله امرأ منكم دعا إلى الخير ودعانا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.